السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار من كربلاء. الكاظمي يتابع الخطة الأمنية والخدمية لزيارة الأربعين. وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء إلى مدينة كربلاء ومتابعته للخطة الأمنية والخدمية لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب إن الكاظمي وصل إلى مدينة كربلاء مبينا أنه تابع الخطة الأمنية والخدمية لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.